السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي طلاب الصف الأول إعدادي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد مع مستر صالح السادات، تابعوني. النهاردة يا أولاد إن شاء الله هنتكلم عن الدرس الأول في التاريخ في أولى إعدادي، وإحنا عندنا في التاريخ بيتكلم عن التاريخ الفرعوني. يعني إيه التاريخ الفرعوني؟ يعني أجدادنا قدماء المصريين. طيب الدرس الأول يا شباب عندنا في التاريخ اسمه وحدة شعب. هنحكي في الدرس إزاي الشعب المصري أو الإنسان المصري القديم عمل وحدة وبقى شعب واحد. يلا بينا نبدأ الدرس. أول حاجة يا شباب عايزين نعرفها إن أول حضارة البشرية كلها عرفتها هي الحضارة الفرعونية. طيب عايزين بقى نعرف يا شباب يعني إيه كلمة حضارة. الحضارة هي كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء كان مادياً أو أدبياً. يعني إيه يا مستر؟ يعني أي حاجة العقل بتاعك فكر وأنتجها، سواء الحاجة دي حاجة مادية يعني حاجة بشوفها وبمسكها، أو أدبية. طيب زي إيه يا مستر؟ لو أنا جيت قلت لك دلوقتي العربية، الطيارة، التليفون، مش كل دي حضارة؟ حضارة دي حضارة مادية. ليه؟ علشان خاطر عقل الإنسان هو اللي فكر وأنتج الطيارة أو العربية أو التليفون، فدي حاجة مادية. أما الحاجة الأدبية فهي الحاجات المكتوبة زي الكتابات، زي الشعر، زي القصص، زي الأساطير، زي الروايات، كل دي حاجات إيه؟ حاجات أدبية. يبقى تاني الحضارة هي كل ما أنتجه إيه؟ أنتجه عقل الإنسان سواء كان حاجة مادية زي الطيارة أو أدبية زي الروايات. طيب إحنا عندنا يا شباب في التاريخ نوعين من العصور. كم نوع يا مستر؟ نوعين من العصور. النوع الأول يا شباب اسمها عصور ما قبل التاريخ. يعني إيه عصور ما قبل التاريخ؟ يعني عصور ما قبل معرفة الإنسان الكتابة. يبقى الإنسان يا شباب قبل ما يعرف الكتابة هنسمي العصور دي عصور ما قبل التاريخ. طيب تاني نوع من العصور اسمها العصور التاريخية. ايه هي العصور التاريخية دي يا شباب؟ هي العصور اللي جت بعد الانسان ما عرف الكتابة. يبقى تاني عندنا نوعين من العصور، عصور ما قبل التاريخ يعني قبل ما عرفت الانسان الكتابة، والعصور التاريخية هي العصور اللي جت بعد ما عرفت الانسان ايه؟ الكتابة. طيب دلوقتي يا شباب تعالوا نحكي عن عصور ما قبل التاريخ. وعصور ما قبل التاريخ دي عندنا بتتقسم لاربع عصور. أول عصر العصر الحجري القديم، بعدين العصر الحجري الحديث، بعدين العصر النحاسي، والعصر الرابع اسمه عصر ما قبل الأسرات. نتكلم عن أول حاجة فيهم العصر الحجري القديم. تعالوا نعرف إيه اللي حصل في العصر الحجري القديم. في العصر الحجري القديم يا شباب الإنسان كان عايش حياة غير مستقرة، مفيش استقرار في حياة الإنسان. ليه؟ لأن الإنسان في الوقت دوت كان عايش فوق الهضاب وكان بيبدأ يتنقل من مكان إلى مكان. ليه يا مستر بيتنقل من مكان لمكان؟ علشان خاطر يا شباب كان بيبحث عن الطعام والشراب. طيب كان بيأكل إيه؟ كان بيبدأ يجيب الثمار يأكلها ويبدأ يقتل الحيوانات ويأكلها، وكان بالمناسبة بيأكل في البداية لحم الحيوانات ني. يبقى تاني في العصر الحجري القديم الإنسان كان عايش حياة غير مستقرة. ليه؟ علشان خاطر حياته عبارة عن حياة التنقل والترحل فوق الهضاب. ليه بيتنقل ويترحل؟ علشان خاطر كان بيبحث عن الماء والغذاء يبدأ يأكل ويشرب. كان بيأكل إيه؟ بيأكل الحيوانات وبيأكل بعض الثمار. يبقى لما نيجي نشوف السؤال دوت، عاش الإنسان المصري في العصر الحجري القديم حياة غير مستقرة دائما التنقل، بما تفسر؟ هقوله لأنه تنقل من مكان لآخر بحثا عن الغذاء. كمان يا شباب الإنسان في العصر الحجري القديم كان يصنع أدواته من الحجارة. زي ايه؟ زي السكينة والبلطة. ايه البلطة دي؟ حاجة شبه الفاس بيقتل بيها الحيوانات. طيب بيستخدم ايه السكينة والبلطة؟ بيستخدمهم في قتل الحيوانات علشان ياكلها. كمان يا شباب في العصر الحجري القديم الانسان كان بيسكن داخل الكهوف، كان بيخش ينام جوه الكهوف. كمان اخر معلومة هنعرفها في العصر الحجري القديم ان الانسان يا شباب اكتشف النار، ولما اكتشف النار بدأ بقى يطهو ايه؟ يطهو الطعام. تعالوا نشوف المعلومات دي. احنا قلنا الانسان كان دائما التنقل بين الهضاب. ليه؟ علشان خاطر يجمع البذور والثمار والاشجار والنباتات ويصطاد الحيوانات والطيور. وكمان قلنا ان الانسان سكن الايه؟ سكن الكهوف. وكمان قلنا يا شباب
إن الإنسان صنع الأدوات بتاعته من الحجارة زي السكين وزي البلطة واستخدمها في الصيد، وكمان قلنا يا شباب إن الإنسان اكتشف النار واستخدمها في طهي الطعام. إحنا كده خلصنا العصر الحجري القديم، قلنا العصر اللي بعديه اسمه إيه يا شباب؟ قلنا اسمه العصر الحجري الحديث. يلا بينا نشوف إيه اللي حصل في العصر الحجري الحديث. اللي حصل يا شباب إن الإنسان ساب الهضاب اللي هو كان عايش فوقيها وبدأ ينزل عند وادي النيل، بدأ يسكن عند وادي النيل. ليه يا مستر ساب الهضاب ونزل؟ ساب الهضاب ونزل علشان خاطر حصل جفاف كبير في الهضاب، فالحيوانات سابت الهضاب وهجرت، وهو بالتالي لو فضل عايش فوق الهضاب مش هيلاقي حاجة يأكلها أو يشربها بسبب الجفاف، فقرر إن هو ينزل يعيش عند وادي النيل علشان خاطر يشرب ويأكل. ولما الإنسان نزل وعاش عند وادي النيل اتعلم بعض الحاجات. أول حاجة اتعلمها الإنسان اتعلم الزراعة، ولما اتعلم الزراعة يا شباب بدأ يزرع بعض الحاجات عندنا زي القمح وزي الشعير وزي الكتان. تاني حاجة عملها إيه الإنسان؟ الإنسان تاني حاجة عملها يا شباب بدأ في تطور في صناعة الأشياء اللي بيستخدمها، فبدأ يصنع الحاجات بتاعته من الفخار زي الأواني الفخارية. كمان يا شباب الإنسان خلاص بقى نزل من على الهضاب فمش هيسكن الكهوف، طب هيسكن فين يا مستر لما نزل عند الوادي؟ بدأ الإنسان يا شباب يبني الأكواخ، يسكن بداخل الأكواخ. كمان يا شباب رابع حاجة الإنسان بدأ يصنع بعض الحاجات زي ايه يا مستر؟ زي مثلا بدأ يصنع بعض المنسوجات من الكتان اللي هو بيزرعه. كمان يا شباب الإنسان عندنا في العصر الحجري الحديث بدأ يبني المقابر. ليه بدأ يبني المقابر؟ لدفن الموتى. يلا بينا نشوف المعلومات دي على السبورة الذكية معانا. بيقول لي هجر الإنسان المصري القديم الهضبة ونزل إلى الوادي، ليه؟ طيب طبعا بسبب الجفاف اللي حصل عند الهضاب وخلوها من القوت يعني الغذاء وهجرة الحيوانات ايه؟ وهجرة الحيوانات منها. كمان يا شباب عاش الإنسان في العصر الحجري الحديث حياة مستقرة بما تفسر. ليه عاش حياة مستقرة؟ طبعا يا شباب لأنه عرف الزراعة وأنتج الحبوب، وقلنا ثلاث حاجات القمح والشعير وكمان أنتج معهم الكتان. تاني حاجة اعتنى بتربية الماشية، بدأ يربي بعد بعض الحيوانات لما اتعلم الزراعة. كمان يا شباب سكن بجانب نهر النيل وعاش حياة الاستقرار. طب ايه الدليل على كده؟ الدليل ان هو بنى الاكواخ بتاعته بجانب الاراضي الايه؟ بجانب الاراضي الزراعية. وبعد كده قلنا عرف صناعة الاواني والنسيج والملابس من الكتان، واخر حاجة قلتها لكم ان هو اقام بعض المقابر لدفن الموتى. يبقى احنا كده عايزين نفرق بين العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث. العصر الحجري القديم الانسان عاش حياة غير مستقرة، كان عايش فوق الهضاب. اما العصر الحجري الحديث الانسان كان عايش حياة مستقرة وكان عايش بجانب وادي النيل. في العصر الحجري القديم الانسان كان بيسكن الكهوف، اما في العصر الحجري الحديث الانسان كان يسكن الاكواخ. في العصر الحجري القديم الانسان كان بيتغذى على جمع الثمار وبعض الحيوانات والطيور، اما في العصر الحجري الحديث الانسان تعلم الزراعة وزرع بعض الحبوب زي الشعير وزي القمح وكمان زرع الكتان. في العصر الحجري القديم الإنسان كان بيصنع أدواته من الحجارة زي السكين وزي البلطة، أما في العصر الحجري الحديث الصناعة تطورت شوية وبدأ الإنسان يصنع منتجاته من بعض الفخار زي الأواني الفخارية، وكمان بدأ يصنع ملابس من الكتان اللي هو زرعه. كمان قلنا إن في العصر الحجري القديم الإنسان اكتشف النار، أما في العصر الحجري الحديث الإنسان بدأ يبني المقابر لدفن الموت. العصر الثالث عندنا في عصور ما قبل الأسرات هو العصر النحاسي، ومن اسمه في العصر النحاسي ان الانسان كان بيستخدم فيه النحاس. ففي العصر دوت الانسان استخدم المعادن. اكتشف النحاس عندنا في مكان اسمه شبه جزيرة سيناء، وكلنا عارفين شبه جزيرة سيناء. والانسان بدأ يصنع الادوات بتاعته من اربع حاجات، من الحجارة والخشب والعاج والمعادن، واشهر المعادن اللي كان بيصنع بيها ايه؟ النحاس. كمان الانسان في الوقت دوت الاكواخ اللي كان بيبنيها في العصر الحجري الحديث بدات تتطور، فبدا يبني البيوت بتاعته في العصر النحاسي من حاجه اسمها طوب اللبن، والطوب اللبن دوت طينه مخلوطه بقش علشان خاطر تبقوا عارفين. المهم لما بنى البيوت بتاعته من الطوب اللبن، لما تيجي تخش البيت بتاع الانسان في العصر النحاسي هتلاقي البيت مفروش بحاجه اسمها الحصير، وكمان في بعض الحاجات في البيت هتلاقي في أسرة، والأسرة دي جنب سرير. كان بيصنع الأسرة من الأخشاب. طيب هينام على إيه؟ هينام على الوسائد. كان بيصنع الوسائد من جلود الحيوانات. يبقى في العصر النحاسي تعالوا نعرف الإنسان عمل إيه. طبعا الإنسان كان أكثر استقرارا من العصور اللي قبلها،
الإنسان عرف المعادن وكان النحاس أكثرها انتشاراً، وقلنا كان بيستخرجه من سيناء، وقلنا صنع أدواته من المعادن والحجارة والخشب والعاج، وكمان قلنا إن هو بنى المساكن من الطوب اللبن وفرش المساكن بالحصير، وكمان عمل أسرة خشبية غير مرتفعة وصنع الوسائل من الجلد. وآخر حاجة، في العصر النحاسي بدأت تظهر بعض العبادات. زي إيه؟ زي تقديس بعض الحيوانات، كانوا بيفضلوا يعبدوا بعض الحيوانات مثل مثلا البقر، الثعبان، النسر، وهنعرف الكلام ده قدام شوية. بعد العصر النحاسي يا شباب ظهر عندنا عصر جديد اسمه عصر ما قبل الأسرات. وتعالوا نلخص عصر ما قبل الأسرات دوت ونفهمه مع بعضنا. احنا قلنا ان الانسان بدأ يبني البيوت بتاعته من الطوب اللبن، بيت جنب بيت جنب بيت جنب بيت جنب بيت، بيوت كتير جنب بعض، كونوا عندي حاجة اسمها قرية. كونوا حاجة اسمها ايه؟ قرية. القرية دي يا شباب كان كل قرية ليها معبود خاص بيعبدوه، وكان كل قرية بيتعاونوا فيما بينهم في أعمال القرية زي مثلا الزراعة. يبقى بيت جنب بيت جنب بيت عمل قرية، وكل قرية ليها معبود، وكل قرية بيتعاونوا فيما بينهم. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم عن نشأة القرى، وعرفنا ان القرى ديت جاءت نتيجة كثرة البيوت، وان الناس كانوا بيتعاونوا ايه فيما بينهم. المهم يا شباب اللي حصل ان بدأت القرى تكتر، قرية جنب قرية جنب قرية جنب قرية، كونوا عندي حاجة اسمها مدينة. كونوا حاجة اسمها ايه؟ مدينة. الناس في المدينة كانوا عايزين حد يرعى مصالحهم وشؤونهم، فكانوا بيختاروا حاكم لكل مدينة، وكمان كانوا بيختاروا معبود لكل مدينة، وكمان كانوا بيبنوا سور حول كل مدينة. يبقى كل مدينة لحد دلوقتي قلنا ايه؟ لها حاكم وليها معبود وليها سور. طيب السور بتاع المدينة دوت لما كان بيبني كان بيبقى في بعض القرى خارج هذا السور مش داخل هذا السور، مين بيحكم القرى دي؟ برضك المدينة. فكانت المدينة بتحكم الايه؟ القرى المجاورة لها. المهم يا شباب، مدينة جنب مدينة جنب مدينة، كونوا عندي حاجة اسمها الأقاليم. وكل إقليم ليه أربع حاجات، أول حاجة جيش، تاني حاجة معبود، تالت حاجة حاكم، رابع حاجة عاصمة. يبقى الإقليم تكون من مجموعة من المدن، وكل إقليم قلنا عنده أربع حاجات، حاكم ومعبود وعاصمة وجيش. المهم يا شباب إن مصر في الوقت دوت بدأت تتكون من مجموعة من المدن الكثيرة وبعض الأقاليم، فعايزين بقى نوحد مصر تبقى اسمها مصر زي اللي احنا عارفينها دي، يبقى ليها حاكم واحد. طيب اول وحدة حصلت سنة كام؟ سنة 4242 4242 قبل الميلاد. مين اللي عمل الوحدة دي؟ خرج حاكم من مكان اسمه الوجه البحري، والوجه البحري دوت اللي هو في شمال مصر يعني قرب البحر المتوسط، لذلك سموه بالوجه البحري. الحاكم دوت خرج وبدأ يجمع الأقاليم بتاعت مصر، وقدر ان هو يعمل وحدة في مصر كلها، وأصبحت مصر كلها ايه؟ وحدة واحدة. طيب لكن الوحدة دي ما استمرتش، ورجعت مصر تتفكك تاني، فتفككت عندي لكام إقليم؟ اتفككت عندي لإقليمين، إقليم في الشمال وإقليم في الجنوب. الإقليم اللي في الشمال يا شباب هنسميه مملكة الشمال، والإقليم اللي في الجنوب هنسميه مملكة الجنوب. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم عن الوحدة الأولى، وعرفنا ان احد حكام الوجه البحري تمكن من توحيد كل الأقاليم، واتسعت الوحدة فشملت مصر كلها عام 4242 قبل الميلاد، وكانت العاصمة ساعتها حاجة اسمها أون، اللي هي دلوقتي مدينة هليوبلس اللي موجودة في عين شمس، في محطة مترو اسمها عين شمس معظمكم أكيد يعرفها. طيب ولكن قلنا ان الاتحاد ده ما استمرش طويلا، وبعد كده انقسمت مصر الى مملكتين، مملكة في الشمال في الوجه البحري، ومملكة تانية في الجنوب في الوجه القبلي. تعالوا بقى نعرف ايه هما المملكتين دول وايه الحاجات اللي بتميزهم. المهم يا شباب المملكتين اللي اتعملوا عندي مملكة اسمها مملكة الشمال ومملكة اسمها مملكة الجنوب. عاصمة مملكة الشمال اسمها بوتو، عاصمة مملكة الجنوب اسمها نخب. طيب لون التاج بتاع مملكة الشمال اللي كان بيلبسه الملك بتاعها لونه أحمر، أما مملكة الجنوب فالملك بتاعها كان بيلبس تاج لونه أبيض. طيب شعار مملكة الشمال ليها شعار، يعني إيه شعار؟ زي مصر دلوقتي، مش مصر دلوقتي في العالم بتاعها في شكل النسر؟
يبقى شعار مصر دلوقتي الايه؟ النسر. زمان برضك كان ليهم شعار، مملكة الشمال يا رجالة كان ليها شعار نبات البردي، اما مملكة الجنوب فكان شعارها زهرة اللوتس. طيب المعبود، مملكة الشمال كان بيعبدوا ثعبان الكبرى، اما مملكة الجنوب فكانوا بيعبدوا انثى النسر. تعالوا كده نحفظ الحاجات دي بسرعة. شمال جنوب بوتو نخل احمر ابيض بردي لوتس كبرى نسر. تاني شمال جنوب بوتو نخل احمر ابيض بردي لوتس كبرى نسر. يبقى احنا كده مش هننسى ان شاء الله مملكة الشمال ومملكة الجنوب. بعد كده يا شباب مملكة الشمال ومملكة الجنوب دول هيجي واحد هيوحدهم تحت وحدة واحدة، وهي دي مصر اللي احنا هنعرفها وما زالت الحمد لله متوحدة لحد دلوقتي. الراجل اللي هيجي يوحد مصر دوت هيبدأ معاه عصر جديد اسمه العصر العتيق، والعصر العتيق دوت بيشمل الأسرتين، الأسرة الأولى والأسرة الثانية. يعني ايه يا مستر أسرة؟ الأسرة دي يا شباب يعني واحد بيجي يحكم، بيفضل يحكم، ولما يموت يجي ابنه يحكم ويفضل يحكم أبنائه لحد ما يجي واحد تاني خالص مش من العيلة دي ويبدأ يحكم، فبنسمي الراجل الأول وأبنائه الأسرة الأولى، ولما يجي واحد جديد مش من العيلة دي بنسميها الأسرة التانية. المهم جه واحد أنشأ أول أسرة في مصر وسمينا الأسرة الأولى والأسرة التانية بكلمة العصر العتيق. مين الراجل دوت؟ الراجل دوت كلنا عارفينه، مينا موحد القطرين، مينا موحد القطرين، وكمان ليه اسم تاني اسمه نعرمر. اسمه ايه؟ نعرمر. يبقى مينا موحد القطرين او نعرمر كل اللي هو جه عمله ان هو وحد مملكة الشمال ومملكة الجنوب تحت وحدة واحدة. مينا ده كان منين؟ مينا ده كان من مملكة الجنوب، من مكان اسمه طيبة، طيبة دي دلوقتي اللي هي الاقصر. فراح عمل حرب كبيرة جدا مع مملكة الشمال وقدر ان هو يكسب مملكة الشمال ويخلي مملكة الشمال ومملكة الجنوب وحدة واحدة. طبعا الحاجات اللي عملها مينا دي حاجات عظيمة، لذلك اطلقوا عليه بعض الالقاب. زي ايه؟ زي مثلا صاحب التاجين، يقصدوا بالتاجين تاج الشمال وتاج الجنوب. وزي مثلا ملك الارضين، يقصدوا بالارضين الارض في الشمال والارض في الجنوب. وزي مثلا ملك مصر العليا والسفلى. وزي مثلا ثعبان الشمال ونسر الجنوب. طيب دلوقتي عايزين نعرف ايه هي اهم الاعمال اللي عملها الملك مينا من خلال الكلام اللي احنا قلناه عنه. اول حاجة ان هو اسس الاسرة الاولى، ودي كانت اول اسرة حاكمة في تاريخ مصر القديم. تاني حاجة عملها انتصر على مملكة الشمال، وبعد ما انتصر على مملكة الشمال وحد القطرين اللي هما الشمال والجنوب. عمل ايه تاني؟ بنى عاصمة موحدة وهي عاصمة منف، ومعنى كلمة منف الميناء الجميل او قلعة الجدار الابيض. وبعد كده يا شباب انتقل الحكم الى اسرة جديدة وهي الاسرة التانية، وفدرت برضك الاسرة التانية محافظة على الوحدة اللي عملها الملك مينا اللي هو اسس الاسرة الاولى. وكده يا شباب ينتهي الدرس الاول في التاريخ وهو درس وحدة شعب. اتمنى تكونوا استفدتم معايا، والى اللقاء في درس جديد ان شاء الله وهو درس الدولة القديمة. السلام عليكم.